فضايح عن الوسط الفني بالكوم، وحكايات النهاردة عن نجمات توجه لهم قضايا متعلقة بالشرف وتعاطي المخدرات، ومن أشهرهم حنان ترك، منة شلبي، دينا الشربيني. يلا أحكي لك كل حاجة بالتفصيل ونعرف مين هم النجمات دول. والبداية يا سيدي كانت مع النجمة عايدة رياض. النجمة عايدة رياض في يوم وهي في شقتها في مصر الجديدة اتفاجئت بالباب بيتكسر عليها عشان تتصدم ببوليس الأداب ويتوجه لها قضية ارتكاب الرذيلة ويتقبض ويتحكم عليها بالسجن لمدة سنة. ولكن بعد 3 شهور بس من المدة قدرت تثبت براءتها وتخرج من السجن، وده كان عكس اللي حصل تماماً مع غادة إبراهيم اللي كان اسمها مغرق جرايد مصر كلها، وتقال إنها بتدير شبكة دعارة كاملة. وبعد انتشار الخبر ده يتقبض على شبكة دعارة فعلاً، وبنت من البنات تعترف إنها بتشتغل الشغلانة دي من أكتر من سنة في شقق في المعادي، وإن صاحبة الشقق دي هي غادة إبراهيم. وتقال بعدها إن غادة بتشتغل قوادة وبتدور على البنات اللي شكلهم حلو وتجر رجليهم وتغريهم بالفلوس. وتقال كمان إنها كانت بتدي البنت الواحدة 3000 جنيه في الساعة. وبالفعل اتقبض على غادة إبراهيم اللي فضلت تنكر التهمة لحد آخر لحظة. أما الاسمين اللي جايين دول فهم غير متوقعين تماماً، وهي الفنانة المعتزلة حنان ترك ووفاء عامر. خلينا أقولك إن دي كانت من القضايا اللي كل الناس اتكلمت عنها، ووقتها كانت شغل الرأي العام جداً، وده بعد انتشار خبر بيقول القبض على حنان ترك ووفاء عامر في شقة أداب، وإنهم بالفعل فضلوا في السجن 12 يوم. ولكن بعد كده الموضوع اتكتم عليه وما تعرفش أي تفاصيل، علشان يتقال بعدها إن دي كانت قضية متلفقة لهم من نظام مبارك بغرض إنهم يشوشوا على بعض الأحداث اللي كانت بتحصل في الفترة دي. ولحد وقتنا ده محدش يعرف إيه حقيقة اللي حصل، وحتى ما حصلش إن حنان ترك أو وفاء عامر قالوا كلمة عن الموضوع. عندكم كمان حنين خوري. حنين كانت ممثلة شابة لسه في بداية حياتها الفنية، وكان كتير متنبئين ليها بمستقبل فني باهر، ومن الأعمال اللي شاركت فيها كان مسلسل النجم عادل إمام صاحب السعادة، ومسلسل ولي العهد مع حمادة هلال، ومسلسل هبة رجل الغراب. خلينا أقولك إن حنين اتقبض عليها في شقة مع 3 رجالة خلايجة، وكانت متلبسة ومفيش أي فرصة للإنكار. واللي اتقال بعد كده إن دي ما كانتش أول مرة، وإن حنين دي شغلانتها من سنين، وإنها عندها شقة في حدائق الأهرام بتمارس فيها الأعمال المخلة، وطول الوقت في رجالة مختلفة بتتردد على الشقة دي حسب أقوال الجيران. نيجي بقى لنجمة الزمن الجميل وهي ميمي شكيب، اللي بسبب قلة الأعمال اللي كانت بتتعرض عليها قررت إنها تفتح بيتها للحفلات والرقص. وفعلا كان كل ليلة بيتها بيتعمل فيه حفلة، وكانت بتعزم ناس من كل حتة ومن داخل وخارج الوسط الفني، لحد ما جت ليلة واتقبض عليها واتقال إنها بتدير شقتها في أعمال منافية للأداب، وإن الحفلات دي تمويه على كل اللي بيحصل جوه، ولكن ما يعديش شهور وتطلع منها. نيجي بقى لشيماء، ودي كانت مغنية معروفة في وقت ما، بس سبب القبض عليها كان مختلف جدا. وقتها شيماء عملت أغنية اسمها عندي ظروف وما يعديش أيام وعينك ما تشوف إلا النور، ويتقبض على شيماء بتهمة التحريض على الفسق والفجور. أما بقى المخدرات ففضايحها كانوا كتير، ومنهم النجمة دينا الشربيني اللي اتقبض عليها وهي بتشتري كوكايين، واعترفت على طول وقالت إنها بتتردد على البيت ده كتير بغرض شراء مواد مخدرة، واتقبض عليها فعلا واتحكم عليها بالسجن لمدة سنة وغرامة 10,000 جنيه. عندك كمان نهى العمروسي اللي اتقبض عليها في محل في الزمالك هي والمخرج عمرو فاروق، وكانوا بيتعاطوا مواد مخدرة ومعاهم أكتر من 9 أشخاص، علشان بعدها يتحول الموضوع من تعاطي لإتجار وحيازة، وده بعد ما البوليس لقى في المحل أنواع مختلفة من المخدرات زي الحشيش والهيروين. عندك كمان قضية نيفين منظور بطلة فيلم اللي بالي بالك، بطلة النجم محمد سعد، واللي كانت في عز نجوميتها وفجأة اتقبض عليها بتهمة التعاطي. وفي 2013 النجمة انتصار اتقبض عليها وهي سكرانة ومش شايفة قدامها، وكانت في الوقت ده سايقة عربيتها، ولكنها خرجت من القضية بكفالة. وأخيرا قضية النجمة منة شلبي، واللي كانت من وقت قريب جدا بعد ما اتمسكت في المطار وهي معاها مواد مخدرة مختلفة جدا، ولكنها قدرت تخرج بكفالة 10,000 جنيه. شاركنا انت بقى برأيك في التعليقات، وقولوا لنا مين من النجمات دول ما كنتش متوقع تسمع اسمها في الحلقة دي.